السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم هاد البلاصه ديال ماركا مدريد. صراحه اللي كتبيع الجمله فيها بزاف ديال الحوايج اللي رخاصين وزوينين. المهم راه فيها الحوت، فيها الخضره، فيها الاشياء ديال الدار كاع ما كتحتاجي، فيها هاد المكسرات، فيها كل شيء. مهم حنا بغينا تقدينا منها اليوم هادشي اللي غادي نوريكم. كيف ما كتشوفوا هنايا الحمص كروك كانتي اللي كيكون هشيش، خدينا هاد الاكاجو حتى هو. المهم غادي نوريكم في الفيديو مينا ديال كل حاجه. صراحه راه ثمنهم رخيص. خدينا هاد اللوز حتى هو اللي مالح ومحمر، كيجي حتى هو كروكانتي في الماكله كيكون احسن. بغيتي تشربي بيئاتي هكا تحطيه في الوقت ديال الميريندا. خدينا هنايا الزبيب، يعني راه كل بلاستيكه فيها كيلو. خدينا من هاد البيستاش حتى هو مالح. خدينا هاد الزريعه حتى هي اللي منقيه، غير حطي وكلي لما فكحت ما ينقي. المهم اللي بغى ياكل اوميغا 3. خديت هاد حبوب الشيا صراحه لانني بغيت نطيح من الوزن. حتى هي رخيصه بزاف كيلو، يعني ما وصلش وقيله 3 اورو دايره. انا راه كنشري غير شويه ب 3 اورو وشي حاجه تمايا في ايطاليا. المهم هنايا وحتى اللي بغيتي تشريها حتى هنايا بوحدها هكا صغيره شي شويه راه كتشري غالي. المهم خدينا هاد ايلان، البرقوق، الزبيب، هاد الزعتر حتى هو صراحه غزال انك ديريه في البيتزا طيبي به. جاي على هاد الشكل وحتى هو رخيص، القرعه ديالو كبيره. المهم هادشي اللي خديناه هنايا. خدينا هادي كيعمروا بها اتاي، والله ما عرفت سميتها. المهم راكم عرفتوها على شكل وريضه. كديريها في اتي كتجي زوينه حتى هي. المهم حتى هي الثمن ديالها رخيص. المهم راه ماشي غير هادشي. المهم انا غادي نضرب بكم دويره وغادي تشوفوا الاثمنه ديالها كل حاجه. صراحه داكشي في المتناول ديال كل واحد انه يتقدى ويكون عندك هادشي في الدار. صراحه غزال باش تبقاي تشري كل شويه من كل ميركاتو كيطلع غلا. اللهم تمشي لبلاصه ديال الجمله وتاخدي منه. المهم ها انتم كيف ما كتشوفوا هنايا راه كاين اللوز مهرمش، كاين اللوز خضر على حسب الحلوى، كاين الانواع ديال الكاوكاو. المهم اللي بغيتي كاين هنايا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا راه اللوز واجد منقي، يعني غير طحني وديري في الحلوى. هانتوما على هذا الشكل كيجي كيلو ب 12 اورو، يعني مفسخ مقاد. المهم هنايا هانتوما كتشوفوا كاوكاو حتى هو ديال الحلوى 2 اورو 21 كيلو، راه رخال. الصراحه غير اللي ما بغاش يتقدى وصافي، واللي ما بغاش يصايب الحلوى. كاينه الزريعه ديال القرعه، الزريعه العاديه، اللوز العادي، اللوز المالح. المهم انا غادي نضرب بكم دويره هنايا وغادي تشوفوا كل حاجه.